مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. قبل شهر تقريبا نزل تحديث الاي او اس 14، ونزلت وياه شلون نقول الخواص الجديدة. من ضمن الأمور الجديدة اللي نزلت هي تحديثات الأمان والخصوصية، وأكيد تعرفون المشاكل اللي سببها التطبيق فيسبوك مثلا، لأنه أنطى إمكانية للمستخدم أنه يمنع تتبع بياناته فسبب مشاكل، بس إحنا مو هذا موضوعنا. موضوعنا هو تحديثات الأمان والخصوصية للواي فاي، وفتشي اسمه حدثت أبل، فتشي اسمه Private Wi-Fi Addresses. بس قبل لا نطب بموضوع Private Wi-Fi Addresses، خل أشرح لكم فتشي بسيط حتى تفهمون الفكرة. حتى تكنك على أي شبكة لازم تحصل على IP، أوكي؟ وحتى تحصل على IP لازم يكون عندك شيء اسمه MAC Address. MAC Address يعني المعرف مال الجهاز، أوكي؟ بحيث انت من تكنك على الشبكه راح يكون الماك ادرس معروف للسيرفر او للراوتر اللي انت مكنك عليه. لحد هنا الامور واضحه بسيطه كلش، تمام؟ سابقا كان الماك ادرس ثابت ما يتغير ابد، فانت اذا تكنك مثلا كل ما تجي تكنك على الشبكه راح ينعرف انه انت كنكت، ينعرف هذا منه. فرضا علي محمد عند الجهاز الفلاني بالماك الفلاني، موظف بشركه مثلا، او استخدم واي فاي عام، وجيت كنكت مثلا اليوم، جيت ورا اسبوع، جيت ورا خمسة ايام، سواء المطعم او فتشي، كل ما اجي اكنك لان الماك ادرس مالتي ثابت، فراح يسهل عمليه التتبع، تمام؟ اولا راح تنعرف اوقات الاتصال مالتي، شو وقت، سواء كان شركه او غيره. ثانيا يسهل عمليه تتبع السجل مالتي، اوكي، سجل الاتصال، يعني ايش فتحت مواقع، ايش سويت، لانه الماك ادرس ثابت، تمام؟ فشركة أبل قالوا إحنا هذا الشيء بعد راح نغيره، إحنا راح نسوي شيء اسمه Private Wi-Fi Addresses. شنو هاي Private Wi-Fi Addresses؟ كل ما تجي تكنك على الراوتر، الآيفون أو الآيباد راح يغير الماك أدرس أو العنوان مالته حتى يأخذ بيانات جديدة أو يأخذ IP جديد. راح تنمسح القديمة، ورا فترة هم راح يغير حتى يصعب عملية التتبع على الجهاز. هي هنا الفكرة، أوكي؟ لانه اني اذا دخلت بماك ادرس جديد، القديم باعتبار المسح هذاك غير جهاز، فيستمر بتغيير الماك ادرس. افتهمتوا الفكره شباب؟ هسه واضحه زين. واحده من المشاكل اللي راح يسببها للشركات المصنعه لاجهزه الاكسس بوينت اللي هي مثل ميراكي، روكو، سي بي ان تي، تبلين، غيرها، انه هم عندهم اجهزه بها سيستم مخصص، مثلا سيستم بكابتوف بورتال واي فاي او سيستم مبيعات يعتمد على هذا الموضوع، على موضوع الماك ادرس الثابت، حتى تطبق رولز او قواعد بالشبكه تحتاج ماك ادرس، والماك ادرس اذا كان متغير راح يصعب عمليه التحكم بالشبكه. هسه احنا حكينا على تتبع البيانات وهذا الشيء حلو، اوكي، لكن المشكله وين؟ المشكله الاولى انه مثلا نفرض فت شركه معينه او جامعه عندهم موظفين وعندهم مدرسين ودكاتره والى اخره، وهاي الجامعه بيها واي فاي، والاجهزه مال المدرسين او الطلاب المعينين يريدون ينطوهم اكسس للانترنت بالاعتماد على الماك ادرس، بحيث من يكنك ينفتح له الانترنت فقط هو، تمام؟ اذا هاي الخاصيه تفعلت راح تسبب مشاكل، وراح تضطر مثلا الجهه المسؤوله عن الواي فاي تطلب من المستخدمين انه يطفون هاي الخاصيه حتى يطلع الماك ادرس الحقيقي، بحيث ياخذ اي بي بي انترنت، لانه هم مثلا سامحين نقول فرضا ال 50 ماك ادرس هذني لهن انترنت، انت من راح تجي تدخل ويتغير الماك ادرس مالتك راح تكون خارج ال 50 فرضا يعني، اوكي. هاي اول مشكله. ثاني مشكله اذا مثلا اكو شبكه بها اكثر من جهاز بث بنفس اسم الاشاره، ما بدي اقول اس اس اي دي حتى ابقي المعلومات سهله، اذا قلنا 20 جهاز بهن نفس اسم الاشاره، تمام، المفروض التنقل بين اسماء الاشارات سهل، فانت راح تشوف اشاره واحده وتتنقل لمساحه بعيده، يبقى جهازك متصل. اذا انت مفعل خاصيه البرايفت واي فاي ادريسز راح تسبب لك مشكله بعمليه اعاده الاتصال كل مره، لانه كل ما يحول من شبكه يغير الماك ادرس حتى لو كانت نفس الاس اس اي دي، وهذا اختلافه عن الاندرويد. الاندرويد صحيح يغير ماك ادرس بس يثبته، يبقى ثابت لكل شبكه. بهيج حاله اذا انا عندي 20 اكسس بوينت راح يتغير 20 مره الماك ادرس بالنسبه
الشبكات اللي هي بها نفس الاساس اي دي، وبنفس الشبكه اذا كان عندك راوتر واحد راح يتغير باستمرار. فانت مثلا بالبيت فجاه يجوز فصلت عندك الشبكه ورجعت ربطت، فسبب لك مشكله هاي، لانه الراوتر العفو الايفون ما يريد يبقي الداتا مالته ثابته فيغير. وكذلك يسبب مشكله بانه مثلا الشبكات اللي بيها واسعه نقول راح يصير ضغط على السيرفر، لانه اذا اكو اجهزه ايفون هوايه وتغير باستمرار راح يصير اي بيات هواي غير مستخدمه، لانه راح تتغير باستمرار. اوكي، فهنا الفكره المشكله. زين، ثلاث نقاط وضحتها شركه ابل جوين واي فاي وذ برايفت ادرس. يقول لك انت ذاتي تدخل بالبرايفت ادرس. زين، شوي طولنا عليكم بس الموضوع شويه مهم وانا متاكد مسبب لكم مشاكل. اول نقطه يقول لك if your Wi-Fi router is configured to notify whatever a new device joined the network you will be notified when your device العفو. هنا شو يقول لك؟ يقول لك اذا راوترك مصمم ينطيك تنبيه انه اكو جهاز جديد اتصل، فكل ما راح يتصل الايفون راح تلاحظ انه اكو جهاز جديد باعتباره تغير. اوكي، هاي انتهينا من عندها، هو ذا برايفت ادرس. زين، if a network can't use private address، هذا اللي حكينا قبل شويه، to provide parental control or identify your device as authorized to join you can stop using private addresses with that network. يقول لك انت اذا الشبكه تمنع استخدام برايفت ادرس باعتبار انه بها مثلا رولز معينه اللي هي parental controls التحكم الابوي مثلا باعتماد على ماك ادرس، او تتعرف على جهازك انت الشخص الفلاني الماك الفلاني، فانت لازم تطفيها حتى يسمحوا لك تتصل، لانه راح يطلع الجهاز مالتك غريب غير معروف للشبكه. زين، rarely a network may allow you to join with a private addresses but won't allow internet access. هاي النقطه الثالثه، احتمال الشبكه تسمح لك تكنك ماك ادرس غريب بس ما تعطيك انترنت. اوكي، مثل الهوت سبوت، يعني انا من الناس عندي تقريبا 120 اكسس بوينت او بهالعدد هذا، فانا اعتمد على الماك ادرس. ايضا شكوا اللي حدثوا كل فتره يقول يابا ترى البطاقه مالتي وقفت ما اقدر اكنك بيها، فاقول له يابا بالبدايه ما كنت تعرف الموضوع، فمن اغير له البطاقه تحدث يعني يجيني ماك ادرس جديد وكل فتره. زين، طريقه ايقافها كلش بسيطه، تفتح بس ال وينها هي open the setting then wifi، تروح على setting وبعدين wifi وبعدين information، تضغط على علامة التعجب اللي تطلع عندك فوق الشبكة، وبعدين شيء اسمه private addresses تقدر تطفيها اذا تحب تطفيها حتى يبقى الجهاز متصل. هاي بالنسبة للايفون او الايباد نفس الشيء، الابل واتش نفس الطريقة، موجود الموقع عندهم الشرح private address تقدر تطفيها. زين، معلومة اخيرة حتى نختم الفيديو شباب، عندنا الفرق بين هاي الخاصه، ولو تعمقنا اللي يحب يوقف فيديو على راحته بس نحب نتعمق شويه، الاندرويد 10 والاي او اس 14 شنو الفرق بيناتهم حتى من تستخدمه تعرف. الاندرويد عشوائيا يولد ماك ادرس بالاعتماد على اسم الاشاره. اوكي، الايفون يولد ماك ادرس عشوائي بالاعتماد على في شيء اسمه البي اس اس اي دي، اللي هو شلون افهم لكم اياها، انه اذا الاندرويد اذا شاف 10 اجهزه بنفس الاشاره يبقى الماك ادرس ثابت، الاي او اس اذا شاف 10 اجهزه بنفس اسم الاشاره لا يغير بكيفه. زين، ذا راندوم ماك ادرس از ستيبل اكروز الكونكشن، بالاندرويد هاي الخاصيه ثابته، بالاي او اس لا غير ثابته يغير باستمرار. ذا راندوم ماك ادرس از ريست وين ذا ديفايس فورجيت نتورك، ما هذا اللي يقول لك اذا سويت نسيان للشبكه يترست، هنا ايضا نفس الشيء. ماك ادرس راندمايزيشن از انيبلد باي ديفولت فور اول، نفس الشيء اثنيناتهم. فالتغيير الاساسي بين الاندرويد وبين الاي او اس 14 هو انه الايفون اي شبكه يكنك عليها يغير حتى لو نفس الاسم الاشاره. تمام شباب، هذا مختصر الموضوع، اتمنى يعني اكون ما طولت عليكم. او قبل ان نختم فحتى نصيحه اخيره، اذا انت بالبيت فطفي الخاصيه ما تحتاجها بالنسبه لاشارتك بالبيت حتى لا يظل يغير، اما اذا انت بمكان عام فافضل لك تشغل برايفت ادرس خصوصا للدول الاوروبيه والاخرين. تمام شباب، تقبلوا تحياتي، اخوكم علي محمد.